السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حصتكم واش نطيبوا اليوم. الوصفتين اللي جبتهم نهار اليوم، الوصفه الاولى اللي عباره على كرومبيط محشي، لكن راح ندير معاه انصوص بلونش هكذا مع الفرماج من الفوق. اما الوصفه رقم 2 اللي هي تصب الرشراش، لكن راح نجيبها لكم حنا مولفين نديروها بلا كونفيتور. انا اخترتها لكم اليوم بالتفاح، بما انه راهو موسم التفاح وراهو متواجد بكثره عندنا والسعر تاعو في متناول الجميع، اذا انا حنحضرها لكم بالتفاح لداخل، تجي محشيه روعه. اذا نشوفوا مباشره طريقه التحضير، قبل ما نشوفوا طريقه التحضير نشوفوا مقادير الوصفه تاعنا اليوم. اذا الوصفه هي عندنا هنايا حبه تاع بصل كبيره مقطعه بهذا الشكل، عندنا نص ربطه تاع معدنوس مقطعه، عندي حوالي 100 غرام تاع اللحم المفروم. اللي ما عندكش سيداتي تقدري ديري بلوند بولي ولا شاورما ولا واش عندك في المنزل. عندي هنايا زيتون مقطع شرائح، عندي هنا جبن مبشور، وعندي كذلك الرز. كاين اللي يحبهم يديرهم، انا درت الرز، يعني كاين بزاف اللي ما يقدروش يديروا اللحم بكثره، اخترت انه نديروا نخلطوا لهم شويه تاع رز، ما من الرز يعطي لهم ذوق تاعهم بزاف بنين. بالنسبه للكريم راح ترافق الطبق هذا تاع اليوم، عندي هنايا شويه تاع البصل مقطع هكذايا رقيق، عندي هنا جبن مبشور، عندي شويه تاع الثوم، مكعب مرق الدجاج، وشويه تاع الكريمه راح نديروا بها هذه الوصفه. اذا نشوفوا، ما نساوش كذلك كرومبيط انا اللي كنت قطعته وغليته، عفوا فورته بهذا الشكل. فوالا هادو راح نحشي بهم الحشو تاعي. اذا مباشره واش نجيب، نجيبوا مقله دقيقه فقط. اذا نجيبوا مقله ونبدا يعني نحضر في الصوص ولا الحشو ديالي. الحشو دائما عندي هنايا زوج ملاعق تاع زيت المائده، انا مالفه يعني نخدم بزاف بالزبده، لكن في هذا الحشو نحتاج زيت المائده. فوالا بهذا الشكل. اذا المرحله كمرحله اولى راح نحط اللحم المفروم، فوالا نحتاج الملح، على كمية قليلة تاع الملح، فوالا هذا الشكل. جيبوا فقط بوافغ دو مولا، نحتاج كمية قليلة تاع فلفل كحل. هنايا بالنسبة يعني للتوابل هنا لك الاختيار سيدتي، كل وحده واش تحب دير. انا حبيت هذا لو بوافغ يعطي لي ذوق رائع. فوالا بهذا الشكل راني حطيت كميه. اذا كما قلت لكم هالكروم تقدروا تحشوه بالدجاج او شاورما واش عندك. انا استعملت اليوم لحم المفروم. دائما نبدا كمرحله اولى نحمص اللحم تاعي جيدا بهذا الشكل، بعد ذلك نزيد عليه البصل. بالنسبه للوصفه تاع كرومبيط كاين بزاف عده وصفات، كاين اللي يديروا بلاصوص روج، كاين اللي يديروا صوص بلونش يعني بليكويس تاع البولي، كاين اللي يديروا دولما، يعني هي في الحقيقه الوصفه الاصليه هي دولما كرومبيط تاع دولما كرومبيط، يعني يجيني محشي. لكن حبيت انا نجيبه لكم بلمسه جديده، نديروا له واحد لاصوص كريمو راح نحطها من الفوق وتجيني روعه. مام الذوق تاعها يعني مام اللي ما يحبش الاطباق يعني التقليديه يقول لك انا حبيته خفيف، يجينا خفيف الذوق تاعو والشكل تاعو كذلك يجي شباب في لو بلاطو. هلا نحمص جيدا اللحم تاعي. هلا بهذا الشكل. نضيف عليه البصل، ندير فقط قليل من الثوم، كمية قليلة ما نكثروش، لأنه حبيت عفوا نقص شوية، نخلي الكمية اللي بقات راح ندير بها الكريمة ديالي. هلا بهذا الشكل.
نضيف الزيتون تاعي باش يطيب لي معاه، نزيد كمية تاع معدنوس، كمية معتبرة تاع معدنوس. هذا هو الحشو تاعي، ما فيش يعني حاجة خفيفة. وبالنسبة للحشو دقيقة فقط، الحشو كل واحد يعني واش يحب، كاين اللي يقدر يضيف له الخضروات كيما زرودية رابي، ولا حبة تاع القرعة رابي يعني، لكن الاختيار سيدتي. انا حبيت اليوم ندير لكم بالروز بلمسة جديدة، ويعني مام الذوق تاعو يجي رائع. فوالا هذا هو الحشو تاعنا. نروحو دوكا نجيبو كسرونة باش نحضر الكريمة ديالي ولا لاصوص تاعنا. نحط هنايا ملعقتين تاع زيت المائدة، فوالا نبداو فقط تسخن. مباشرة راح نحط الحبة تاعي تاع بصل، نضيف عليها الثوم، وهنا دوك نوريكم كيفاش راح تكون يعني طريقة تاع تحضير الكريمة ديالي. هنا نحمص البصل تاعي جيدا بهذا الشكل، نخليها كذا يتحمص. إذن شوفوا لافارس تاعي تقريبا راهي وجدت، لازم تتحمس مليح بهذا الشكل. وعندنا عدة وصفات تاع كرومبيط كما قلت لكم، ماشي غير هذه الوصفة. هنا واش ندير، نجيب بلالي روح لي الفوق، نجيب لا بلونشا دي كوبي ونبدا نخدمو في الكرومبيط. انا اخترت هذه الوصفه اليوم لانه بزاف من الناس طلبوا مني الكرومبيط، وكذلك وصفه خفيفه يعني ما تشدناش بزاف الوقت. الكرومبيط صحي خاصه اللي يتبعوا حميه غذائيه. عاودوا نرجعوا للبصل تاعي، راح نضيف عليه بوافر دو مولا كميه، ونضيف الملح، راح نزيدوا عليه الملح كميه قليله تاع الملح، لانه عندنا الجبن ما راش حنكثر بزاف في الملح، نحاولوا انه دائما ننقصه. نخلو البصل تاعنا يتقلى جيدا. انا واش ندير، نجيب ملعقه تاع الفرينه حنضيفها مع لافارين هذه، مع البصل هذا. حنا نقولوا في لو تيرم كولينير نقولوا سانجي، سانجي بلا فارين، يعني نضيف الفرينه تاعي ونبقى نحمس حتى تعطيني كولوراسيون البصل تاعي. ومن بعد راح نحط مرق الدجاج، نمرق بالماء، شنو فقط لازم يتحمس لي جيدا هذا البصل باش نقدر ندير هذا لوبيراسيون. اذا نعاودوا نرجعوا للحم تاعنا. شوفوا تقريبا اللحم تاعي راهو الشكل تاعو واجد. وشنو انا برك نجيب قليل من الزبده. اذا انا واش ندير، راح نبدل انه هذا الفرن يجيني قاوي على هذا احسن، باش نزربو شويه في الصوص تاعنا. شوفوا البصل تاعي تقلى، راح نزيد له ملعقه تاع الفرينه جوست. انا لافارين هذه راح نزيدها باش تعقد لي شويه الصوص ديالي اللي راح نضيفو. فوالا هاد لوبيراسيون قولها سانجي، فوالا سانجي افيك دو لافارين. شوفوا وتعطيك واحد الذوق هايل.
نبدا حنمرق بشويه ماء. هنا نكتفي بهذا القدر. هنا هنا راح نزيد مرق الدجاج ديالي. احسن نستعملوا مرق الدجاج لانه يعطي لي ذوق رائع. فوالا نخليها دوكا تعقد. واش ندير؟ راح نضيف هذاك الرز ديالي في لافارس. هكذا الرز راح يبصر بكامل هذاك الماء تاع الصوص. شوفوا شوفوا الشكل النهائي تاع لافاس ديالنا. هلا نكتفي. اذا نطفي عليها نروح لهنا للصوص تاعي. هلا لاصوص تاعي تقريبا راهي عقدت. راح نضيف الكريمه تاعي. بسم الله. هلا هنا واش ندير؟ نجيب ان فوي. دائما نخدم بالفويا صوص. نقص. دائما نقول لكم كي ديروا الكريمه تاعكم لازم نحوها من فوق النار، لانه الكريمه تاعي واش يصرها لها راح تديكومبوزا. اذا دائما نحاولوا انه لاكريم تاعنا نحوها من فوق النار. فوالا هذا هو الشكل تاع. نعاود نرجعها فقط شويه، لكن نكون لازم نزرب شويه يدي. هلا شوفوا الكريمه الشكل النهائي تاعها. راح نحط كميه قليله في الفون تاع لو بلا، كميه فقط قليله، لانه علاش دوكا كي تزيد نديرها في النار راح تزيد تشد روحها. نجول لهنا دوكا نخدمو بهذا الشكل. نجيب ان بلونش ا ديكوبي ونبدا. بالنسبه للتوابل سيدتي لك الاختيار، تقدري ديري زنجبيل، قمه، تقدري ديري الكركم، يعني واش تحبي. انا حبيت نحب هذا الكرومب ندير له غير الملح مع فلفل كحل. هذا بهذا الشكل. شوفوا نبدا نحشي فيه. بسم الله. هي انتي تسني في المنزل حتى وين تشوفي انه برد هكذا باش ما يتقطعليش. هلا هذيك رقم واحد. نروح نشوفو رقم اثنان. دايما نشوفو هذا نحيه. انا ما نحبش نحيه يعني كي نفورو، لانه علاش؟ لو كان نحيه راح ما يحكمليش لا فورم وراح يقدر يذوب. اذا انا نخليه دائما حتى ونشوف باللي طاب. شوفوا نغلق منه باش نتاكد انه مش راح يتفتح لي. والكرومبيط راه الموسم تاعو راه رخيص. فوالا ها هو الشكل تاع الحبه تاعنا. زيدوا رقم 2. هذه هنا كل واحد كيما قلت لكم كاين اللي يديروا صوص غوش. انا حبيت اليوم نديره لكم افيك ان فولوتي. فوالا احسن. وانتي سيدتي في المنزل تقدري ديريه باش يعني تحبي
ويبقى الكرومبيت كوصفه تقليديه جزائريه. احنا نديروه دائما بلا صوص بلونش، صوص بلونش مع الدجاج والحميصه. نزيدو حبه، عجبوني الشكل تاعهم، يعني شكل جميل. أتمنى أن الوصفة هذه تنال إعجابكم. فوالا بهذا الشكل. شوفوا الشكل تاعها، فوالا بهذا الشكل. انا الروز اخترته انه باش تولي لي الوصفه اقتصاديه. انت سيدتي حبيتي تكثري يعني اللحم لك الاختيار، لكن كاين الناس ما يقدروش يديروا 500 غرام تاع لا فيوند هاشي، يعني ما يقدروش يديروه كوجبه 500 غرام، يعني راهو كيما يقولوا السعر تاعو راهو يعني بزاف طالع. اذا نقصت عليك سيداتي ودرت لكم بالرز، وعلى بالي بليك راح يعجبكم الذوق تاعو بزاف. كملاحظه فقط سيداتي، تقدري ديري هكذا وحده، يعني كي يكونوا عندك ديزاين فيتي ولا، لانه الوصفه الكلاسيكيه تاع الكرومبيت محشي هو انه ما يعتبرش بالنسبه يعني للدول الاوروبيه، هذا ما يعتبرش كطبق رئيسي، وانما ان غارنيتور داكومبانيومون. يعني تقدري ديري ان بولي غوتي ولا دي زيسكالوب سوتي ولا فيوند سوتي، ولا تقدري سيداتي ديريه كمرافق اوليو باش ديري فخيت، اوليو باش ديري يعني حاجه اخرى، ديري هاد لي ليغوم هاد الكرومب محشي وتزيدي تاكومباني معاه اللحم مع ان سالاد، يعني مام لاطابل تاعك مع ان سوب، لاطابل تاعك تجي معمره بالطبع. فوالا نكمل هذه مشاهدينا الكرام، نخرجوا فاصل نرجعوا لكم باش نشوفوا الوصفة تاعنا اليوم. ما تروحوش البعيد، صب الرشراش بالتفاح. مشاهدينا لحقنا نهاية العدد تاعنا اليوم، ان شاء الله كنت خفيفة عليكم. اطباقنا راهم واجدين، الطبق الاول كان عبارة على كرومبيط محشي، والوصفة رقم 2 صب الرشراش درت لكم لافارس تاع التفاح بلا كانيل. انا نوريكم فقط الطبق تاع الكرومبيط هذا كيفاش جا باش تشوفوا ابيبخي. درتو انا بالكريمة، شوفوا الشكل تاعو، فوالا هذا الشكل تاع الكرومبيط تاعي محشي، شوفوا الشكل تاعو رائع. اما بالنسبه للغاتو تاعنا اليوم نوريكم فقط حبه، يعني مازالو سخون، مي لازم تشوفوا الشكل النهائي تاعها، راهي تفتت وحدها. شوفوا يعني ما نزيد لهاش اكثر من هكذا، لو كان نزيد لها راح تذوب كامل في يدي. اذا نقول لكم لحقنا نهايه البرنامج تاعنا اليوم، نعطي لكم موعد ان شاء الله في عدد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم. ابقوا اوفياء لبرنامجكم، نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد. سلام.